يا دكتور، كيف رأيت مصر في هذه اللحظة؟ كيف رأيت القيادة السياسية في هذه شوف اللحظة؟ شوف، أنا عرفت القيادة السياسية، تعرفت عليها في فرنسا. فرنسا رئيس السادات. رئيس السادات. وكان عامل اجتماع مع 10 مصريين، كان جاي زيارة، واحنا بنسلم عليه في الآخر قال لي عدي عليا بالليل. هعدي أخش إزاي يعني؟ المهم رحت في الميعاد، قلت له يعني امتى؟ قال لي على الساعة 8. رحت قلت له انا عندي ميعاد مع الرئيس، ما سابش خبر. فتفتق ذهني، انا عارف انه كان ضمن الوفد معاه الله يرحمه اشرف مروان. اشرف مروان واشرف هذا معرفه يعني. فقلت له طب دوني اشرف. قلت له اشرف سياده الرئيس. قال لي تعالى لي. قال طب اسمع، تعالى اطلع عندي وانا هخش اساله. فقال لي هو عايزك. قال لي اوكي خش. دخلت لقيته قاعد، فقعد يتكلم. قال لي انا سمعت عنك يعني، انك انت هو كان ليه مواقف بقى مع كل اللي ابتدوا يهاجموا يعني الوضع. طبعا مسألة من حقك تختلف مع النظام، ولكن لا يمكن انك انت تشكك في اعظم عملية عسكرية تمت يعني. فقال لي انت قاعد هنا ليه؟ انا سالت في مصر، قالوا لي يعني انت مش محتاج تقعد هنا. قلت له ان الاوضاع مش عاجباني. قال لي ايه اللي مش عاجبك؟ قلت له طبعا يعني البلد عايزه تطور وعايزه كذا. قال لي ما انا جايبك عشان كده، انا عندي رؤيه معينه محتاجه لشباب زيك، متفتح فاهم الغرب بيفكر ازاي. فتعالى تيجي مصر. قلت له فاهم، انا عندي عقد مع الجامعه، كنت بدرس بقى، كنت خلصت الدكتوراه وبدرس في جامعه باريس 2. فقلت له، قال لي العقد ده يخلص امتى؟ قلت له اخر السنه الدراسيه. قال لي طيب لما تخلص، ما انت بتيجي اجازه. المهم فوجئت بعد اسبوع في يوليو السفير المصري بيكلمني بيقول لي رئاسه الجمهوريه بتسال انت راجع امتى؟ قلت له الحكايه جد؟ فرجعت. المهم اول ما قابلت الرئيس الله يرحمه، فقال لي تشتغل معايا. قلت له ما اعرفش اشتغل في مكتب حد. قال لي طب انت تخش عمل سياسي؟ قلت له اه. قال لي طب دلوقتي في منبر، في منابر اليسار واليمين والوسط. وسط. فالوسط ده كلام سنة 76 75 المنابر 75 بدأت 76 بدأت 10 مايو 76 ايوه بالظبط. ف روح خلص حاجاتك بره وتعالى. خلصت حاجتي وجيت دخلت، فعملوا حاجه اسمها ممثل شباب في المنبر الوسط. المنبر الوسط في اللجنه التنفيذيه العليا. اللجنه التنفيذيه العليا دي كان فيها المرحوم ممدوح سالم وفؤاد والدكتور فؤاد محي الدين وعبد المنعم الصاوي والشيخ الشعراوي. يعني كان فيها وشاب كده ملوش يعني لسه محدش يعرفه اللي هو انا. ودي كانت البدايه. بعدها بقى دخلت من اول انتخابات 76 وجاي. وكان هو الحقيقه يعني يقعدني مره بيقول لي بالنسبه بقى، انا كنت بسمع اللي حضرتك بتقوله قبل يعني قبل ما ادخل. فبيقول لي قول لي يا محمد، من ضمن المشاكل المهمه في مصر ايه؟ فقلت له يا فندم يعني التعليم والصحه وبرضه يعني قال لي بس انت في مشكله ناسيها. قلت له ايه؟ قال لي الختم البيروقراطيه دي اداء مصر، دي مصيبه مصر. الختم. قال لي يعني مش انت مهم وكده؟ كان يقعد ساعات اقعد معاه في المعموره. قال لي بص، لو رحت تخلص حاجه هيقابلوك كويس وقعدوك، انما ممكن يجي في الاخر يقول لك معلش اسفين، اصل اللي معاه الختم قافل عليه او ما جاش او ما جاتش، هتضطر تروح تاني وتعطل نفسك. فهي احد المشاكل. فانا بقول انه يعني النهارده واحنا داخلين يعني مرحله جديده عايزين عبور اخلاقي.